السلام عليكم، اهلا وسهلا مرحبا بالجميع، اهلا بالانيقات الجميلات. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن احوالكم، تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. فهنا كما كتشوفوا تنسيقات عصريه وجديده وانيقه. فاذا كنتي مهتمه بموضوع المضامه عليك الا تنضمي للقناه وتشتركي في القناه هكا باش يوصلك كل جديد. فهنا كما كتشوفوا معايا معنا واحد التنسيقه اللي هي رائعه جدا. شوفوا معايا الخدمه ديال هذه التنسيقه هذه كي جايه غزاله ما شاء الله. هنا معنا نفس الموديل، كيبقى نفس الموديل فقط الاختلاف في اللون. هنا الفيديو كيقربكم اكثر لهذا الموديل. هذا هنا على فيديو كيقربكم اكثر لهذا الموديل. هذا اكيد غتكملوا لا فيديو حتى الاخر هكا باش تعرفوا على الجديد اللي كاين في تنسيقات عصريه بالنسبه للسيدات المحجبات. ما تنساوش ديروا لي اعجاب الفيديو، وان شاء الله في الفيديو الماجي ان شاء الله غادي يكون على اخر ما كاين في موديلات الجلابه المغربيه بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو يفصلوا الجلابه المغربيه في العيد. شوفوا معايا هذا الموديل، هذا كيجا غزال ما شاء الله وانيق، وخدمة ديالو كيجات رائعه. هذا بالنسبه الازرق الملكي بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا هذا اللون. وهذه لبسه اخرى جات مختلفه على اللي شفناه من قبل. شوفوا معايا طريقه الخدمه ديالها حتى هي كذلك جات، فهي غزاله ما شاء الله بالنسبه للسيدات المحجبات اللي كيعجبهم هذا اللباس. هذا اللي كيجي مريح في اللبسه ديالو، كيبقى نفس الموديل فقط الاختلاف في اللون.